السائل يقول: هل كان هناك غلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم في زمن من الأزمان السابقة، أم أنه بدعائه صلى الله عليه وسلم قد كفي من هذا الأمر؟ إيه نعم، الحمد لله ما حصل عند قبره غلو أبدا، ويمنع من هذا وعليه حراسة ولا يمكن هذا، الحمد لله. نعم.